عدو كوبادي أي سومالي ده عدو كوا وايمة تقانا ومدح ذا خليجك قارهان إماراتك مربان سوماليا إني كدلتو دولة أود بضان لابو عدو كوبادي استراتيجي لنا وحيان وعدو شيخ نغشكي وإثيوبيا وحتاك دارتي وضكي جيبوتي نشي وزير كان مهدي مدعولي وبرسكت أبضان بربريل هو هستي كانت تجورسك قاضو عدوغ أفراد استراتيجيك أي صومالي دو ليه دحي وحويان وعدوغ الله يقانو ضدك قرارك الدولي دحي قرارك الدولي انترناشنال تشيغة دراش بأدوك صومالي محلوك سوكر من الله محلو الضواني عشان يسدو سندو محلو اللقب من الله والله قرون سنيا كلمة دا حفظة صومالي والله قرون سنيا وحلو قرون سنيا مركا لنوغو كاسك خليش وارماني مران ديرين تبصر على اللقب تبعه مش بديل كاكا او هالكي وانا كويا وجوب اللاند بكبلا مسا جوب بكبلا مسا وحين اكون ما نيسا مقارد هردقان لده هذا وكوت الله قبل كصوبة هذه القرس انتاس او نوحا يالا غاز دوني دم ميل كلو يالا حتى قطر ايران ميال غاز كاكا يالا وحانو منا اللوكيشن كب موضع اكو يالا دولكين صوماليا موضع ايقو وحويان لوكيشن احان وحويان وعمل استراتيجية استراتيجية دي سوحيان صومالي واحد علاقة لدي هنديا صومالي مركز حدود اللقاء حكومة فضاقة حدود دي وهندي كجوها صومالي عدنا عكالي عمان هي خليج كعلاقة إلى لدي حريد صومالي عدنا عصد هذا كاليتو واحد حريد لدي هاي إثيوبيا دكي 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 كينيا وحي من وراء إثيوبيا كينيا أي حدود الله يا ذهاي السودان كفرت السودان إلا مصر مركب موضع صوماليا هي مرتي استراتيجي ومد دولتها برقة هي دولتها بحر قابة ويجلسها هذه حوجي لتو قوة بديت بين نقنسا وحنا نقنسا قوة بري ثان نعديك دنا أبعاد دارو بيننا دمشق لكن بضع معانيه وبضع معها بضع معانيه وحويا وصدح هذا بض بض ولي بقى يصير استراتيجي طبعا وأندي نوشيان وبضي عصي وبضي عرض مع العرب صدح ذي بضات بابا صومالي ويدوف هذا بض والبن أهمية ذي ذي هذا وأمدك بتعسي بعد جاسي وكان يا صوماليا أم بض دولة صومالي وكان يا إن النقاط الدولة استراتيجي كال daqaalo badan ka sameyn karto xoog badan la sameyn karto hadii ay gacanta ku dhigto siyaasadeeda mid labaad waxa weeyaan bucdiga labaad ee dawladda Soomaaliya ay leedahay waxa weeyaan waa bucdiga basharka iyada ku xiran ee dawladda kale ku nool oo adeegsan karto waxa amni qowmi Djibouti oo kale boqolkii 70 waa Soomaali weeyaan dadkaasi waxay ku xiran yihiin Soomaaliya Ethiopia waxaa degan mujtamaac weyn oo Soomaaliya oo loo iqtiraafsanay inay yihiin Soomaaliya kamid yihiin laakiin Soomaalimadu wali aaminsan Soomaaliya hadii dowlad culus ka dhalato waa isticmaali kartaa Kenya sidaa soo kareeyto intaas waxa ku dheer waxa isticmaali kartaa Soomaalidu muslimiinta Afrika degan oo dhanbarta Bariga Afrika iyada uu noqon karto aabo marka waa bucdi muhiim ah taasi waa talabo yar arida saddexaad waxa weeyaan bucdiga saddexaad waxa weeyaan Soomaaliya waxa loo iqtiraafsan yahay dawlad carabeed maadaama ay tahay dawlad carabeed ambaruna noqoto carabnimadeenu ama beer noqoto jaamacadda carabta aan kamidnahay waxa aan leenahay bucdi carabeed oo tagaya ilaa iyo maartay jasiiratul arab si dhaafaya oo wixii maartay qulmi iyo qurmi aan wadaagin carab بعدي أفراد إلهنا هي وحوي وبعدي أفريكانيز بيجا أفريكاني ما دي ما لنا مركها وحات هاي
قف وحاس أوردن أو مركب آيات هاي منطقة أنا وافد ده سأو مهم كا تاسي مركب محي كان هسا وحي سومالي وكانت ما هي إثيوبيا وحي وكانت أفر عدو وأفر تعدو باستراتيجي أيهين عدو كوبادي أي سومالي ده عدو كوبا وإما تقانا ومدح ذا خليجك قارهان إماراتك مربان سوماليا إني كدلتو دولة أود بضن وحوق بضن دقال بالغوهيا وحان الله استعمالا جامعة دووي سو سوماليا أم اللوسو قعنقري لها أم بالسودان لو قدقي لها اللبو عدوك اللبادة استراتيجي قال لنا وحيان وعدوك شيخي لغشيكي وإثيوبيا إثيوبيا وحا تاريخيا كل دقاني وأولي لكن مرد وتوحي لهذه ولا صور ده في وقت جي سيدا لو أمثلة برحرات كلام قالنا لكن برحرات دي كلمة كلي أبي أحمد خد بديس وودن بيها دار لجي سطان الله أعلم ما بكر صباح يصير أريدك واحد ويان إنه يهي إن لا صور دري إلهي بصور دري لا صور مركا واني الله وحيوضو الله شاجع إنه نقض بقر أفريقيا مركا تاسي ومهم أريد تاسي وحنا كجرا قل الله إذا هذا أهل الوحي ضد لنا هذا ضد الله وحي هذا سيدي أودي الأوريجيني بوش كي هرم بلوا نوري زمان بوش كي رأي بيبي ها بوش كي بيبي هم الأوريجيني ولا وحي هذا ها كنا والله وحي هذا إنه أدوك بتبادي بركة سنيك وتاسو أمدوك خد بنيس يكون جثة مقرية والأم يتو بياخد ربع ميسن هو يدي بوش كتو كم منامت سيدا سيس لوجو منامين أدوك عقب يدور عرطة بيه يدي وكم منامت أريد الله بعض نيك ليه وحويان وخد بنيس وكم نيكي الأورنجي ملك وحكافي كري ملك وحكافي كري إن أودي صو بحي إن أودي صو دربجا نيل وأودي كريوة ياردي ساي بلس ونيكي هيلسي لاسرة وحكومة نعمة إنو بق وكارا إتوبيا ويوهر جليوين كي كيني بطا وعيو وعنيها أنا أمرك بطي وانكارا أنا تي بطي وعي مرتبع مدعوني موسبي حكولي أهلا وسهلا بطاقة هذا أنا أنا اعتراف وحاتاك درتي وضل كي جيبوتي نشي وزير كريم هدي مدعوني وبرس كده بطاني بربري لو هو يستي كانت تجورس كهذا أنا وكو هي تجورة أصلا التجورة وحنوصها من نبي إتوبيا هيدا كان اسكبا قادو نكي ونكي إسماعيل عمر عريسناها موسبي حقوقي علاقات كيلها سومالي بابت خسينا سا تجورة بياله مرك تجور بحيس صادم مريض ما حاول حياة تجوري ما حقول هذا هي بربرة ما حاول حياة هي زيلة هي ما حقول هذا بول حرب هذا أبو الحرب مش نوع كده شيء أبي مرك أنت ما حقول حياة هي مجرو مرك ما حقول جي هذا وحبي مركز عدو قصد حادنا وقتها عدو أفراد بنيها عدو أفراد استراتيجية أي سومالي ولا لا وحويان وعدو الله يقانو ضدك قرارك الدولي قاعدة وضعي روحا جرمانو ثلوث بلدك يونيك بدخين أمريكا أفراد كسور وضعي وضعي الكرد عاي دقال سوكي موها أفريكان كها يا رواندا رواندا ها هذا راكتي رواندا هذا ماشو لسكوفي حسوقي ومكيو ديكتاتير وباقو سمكي أفراد بسدورته مركاني كاسي أيام تيرو تمركي لداريني واحد يا بيس تضل كل اسمه يا أسوأ قول مدني خاينو وضعك على دسو قرارك الدولي كا أنت ناشر لك تشي هذا الأسبوع الدولي سومالي محلوك سوق من لاي محل وضع وني عشان يسدو صندوق محل ولا قبل لاي والله قرون سنة يا كل بدأ حفظها يا سومالي والله قرون سنة يا واحد لو قرون سنة يا مركا لنوغو كاس كخليش وارد ماني مر ديرين تبصر على لقطة مش بديل كاكا او هالكي وانا كويا وجوب اللاند بكبلا مسا جوب بكبلا مسا وحين كنا ما نسا مجرد هدقان لدى هذا وقلت الله قبل كصوبة هذا الانجوليس انتاس اوضنا وحيا يالا غاز دوني ذا ميل كلو يالا حتى قطر ايران ميال غاز كاكا يالا وحان انور عشق بانا شاكل غاز كابا لو سوضح ما قاتل وحان حالي اخرين ساعدت دمبي والله نيلا يدى هذا هيو نيلا يدى هذا إن نرويجيانا وحو قري صوماليا واحد كحر أنت هي أمان كيغو إن الغاز كا قعنتك غريدو شركة دارة قلبياتك
oo annaguna aan ka noqono simsaar xadada dilal ka noqono dilal ka hadna siiso regalbeedna gacanta ku dhigan shiina iyo ruushna laga fogeeyo arinta Soomaaliya way dhamaaneysa bahalkaasina wuxuu noqon doonaa buuri bahal uu awr cishqara muxuuri dariga dhexe mushkilada ka jirta waxay ku dhamaan doontaa ayanta gaaska la soo saaro marka bad uu looga socday adoo dhanba lagu socdaa adiguna waxaad ka shaqeynaysaa laba arimood ma taqaan laba arimood ka shaqeyno waxaan ka shaqeynaa inaan si sameysano laandiyal badan laand 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 ayaan doonaa mid baan ku yiraahdo anaga ciise laad sameeyo baari laand laand laad luqadeed habkaad yaraga noogu tuuraa keydi arimaadiga ku yara ciyaar waxa kale ma aha inaad arimaadiyahan haba dhaqan wax kale dhaqan ma jirto arinta labaad ee muhiimka ah waxa weeyaan inta ku mashquulshanahay ma garanaysaa waxaan ku mashquulshanahay waxaan ka yahay bali mi ka furto ma maxa maratay idaacadaha iyo dibjo bal dhageysto waxaad ka fajaxaysaa dadka shaakeynaya wax aan ahayn wax laga shakay qolo balaayo qabiil dumar saxaya maxay dadka meenuul isma noolo marka waxaan astay andulus muslimiintu waxa looga qaatay shaqadana ku jirnay marka salaqaat badba sidii laga raalo insha Allah salaam waxa waxa u baahan tahay si adag in looga jawaabo murakaba ko madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele wuxuu ku magacaabay aabba Soomaaliyeed oo ka shaqeeya shirki carta ilaa imika midaynta iyo xal u doonka dadka Soomaalida wuxuu ahaa ninkii laba sano ka hor gurigiisa ugu yeeray Hassan Sheikh iyo Muuse Biixi oo gabad iyo gabadha ku kala qaatay oo markii ugu horeeyso loo madaxweynay midna gabadh ka doono midna gabadh bixiyo iyagoo gabadha iyo ninka ay ka kala socdaan waxba aan waheyn laakiin la isku sharfay arintaas waxay uga jeeday madaxweynuhu inuu isku soo dhaweeyo labadan oday ee labada meelood kala taliya hadana shir buu qabtay intii aan loo amba bixin magaalada Addis Ababa oo Muuse amba bixin laba cisho ka hor magaalada Jabuuti waa la wada fariisiyay heshiis baa la galay oo ka aabeenayay Ismaaciil Cumar Geele intaas waa warkii laakiin warkii dabadiisa gadaal maxay yaalay in laga shaqeysiyo u baahan tahay anigu akhris baan leeyahay dad fara badan waxay dhahayaan waa akhris mucaaradnimo anuu waxaan aaminsanahay Ismaaciil Cumar iyo Muuse Biixi way sugayeen laakiin waxaan isla ogeyn talaabadu qaaday inta ay leegtahay laakiin talaabo inta ka dhow waan isla ogaa wuxuu yiri Ismaaciil Cumar afka wasiirka arrimaha dibadda iyo afka wasiirka maaliyadda oo wareysi lala yeeshay dhabarku mid ay gashay macnaha intii aan isla ogeyn buu ka badiyay ee kama dhigno waxa uu soo sameeyay maan ogeyn arintii rag badan baan taxliilka uga sheekeyn jiray mar dhowey doonta joogay Turkiga ayaa rag isla soo qaadanay waxaan ku talin oo ku sheegnay aniga ninka leeyto saasay ku yidhi waxa oranay Muuse Biixi Ismaaciil way og yihiin Hassan Sheekhna wuxuu ku og yahay Soomaalina waa la wareerinayaa saasay oranay oo ku soo kala baxnay nin aan sida wada qabnay ba habeen hore ila soo hadlo xal ila soo hadlo wuxuu yiri yaa ma maqashay wasiirka arrimaha dibadda wuxuu yiri haawaan maqlaa yiri warkaan ugu yiri buu sheegay wax siyaada una sheeg wuxuu yahay warkaan ugu yiri wuxuu yiri war Soomaaliya iska daabadeeda dagaal ba ka jiray kanta joora kale qaado intii amarkii uu sidii sheegay anigu dood Itoobiya gudaha ka jirtaan ogahay Itoobiya dood ba ka jirta dood Itoobiya ka jirta waxay kala waafasan tahay saddexda qoomiyad ee Itoobiya ugu xoog badan amhaq waxay leeyihiin bad waan leenahay maxabad kale u doodoolina horta badin weere tiriya Eritrea soo celinno waa dagaal ku qaadno Eritrea waa inay ka mid noqoto Itoobiya Itoobiya la cudma waa in la soo cisho tigreeg waxa uu leeyahay bad waa ma sameeynaa maxabad kale ka doodoonaysa badii ma iska shaqeeyay waa magaalada Tijoora Tijoora badii waa la sameeyay waxaana furay ballas iyo waxaas la furay Ismaaciil Cumar waxaana loogu talagalay inay ka shaqeeyso gobolka Tigray tarankiina la sameeyo alaabtii la sameeyay haduu hadhow toole Tigreegu go'o oo strategy oo Itoobiya kala socoto afarta lagu haysa Tijoora kala haysa
ساسا لوغ شقيل قولدان اورمدا لا يراحدو ايتوبيا اوو بدن او ابي احمد ابقي هي waxay leeyeen badda jibuutina marabno taana marabne waxaan badan maartii zeela taas arabna istaraatiijidu waa taas laan dhakan dhakan xigna marka dooda ethiopia ka jirta mid wal isku waafaqsan waa in badal helo laakiin waxa isku khilaafsan yahay badal helaya mid taas annaku og bay Soomaalida dhexdooda ka jirta tartan badbixina tartan badbixina jirta حسن شيخ بدبو أخري وحولي بد مدي دري إذا أقعد نسيم مدي دنا معناها واحد صوم مريسين السودان تقول واحد طبعا بين ويانه أين أودنو كبارنا واقف بكل مكان مركا هل كهوا تكتيني هل كهوا متقع مركا أنا أي مادة بد يوديها أنا مركا ليس عاية مدي دنا بد مركا حسن شعاز شاقي بد وأقول يعني وصبي هنا وحولنا صوماليا صدنا صناعة قاية أمرك بضن أنا بحنايا يتوب يا ناس يعني أنا اعتراف ما كيف شريعة إسماعيل عمرنا وعليه ورد قالك بطو ورد خاله بربرة إمك إمك بربرة وحين نقطي سقالي لبعتن سدي لبعتن ترتم كي حبا الدون كنا سوسة رقعة جيبوتي أو حقها جوتينا صدق بقول إني لي بنقطة دب وكعادي marka barbara ka soo hormartay etiopiana dhanka barbara u soo badanaysa marka tukaanka la yiraahdo dikada jibuutina waa tukaan u xiran ismaaciil umar jeebkiisa baa noo qasay asuu leeyahay maasha ska kaalayo shaqadii halka ka wad marka dad doonaysa lucubadu say tahay waa lucubadaas iyo rumaysata insha Allah.